gotta go fast. افو امو طيب اليوم يوم الاحد 5 نوفمبر 2019 ممتازين يا شباب. الله ياخذني. لا 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 تروحي رحنا لباريس السنة الماضية. شو رأيك بروما؟ ياي بيكون حلو. خلينا نروح إلى روما. نعم بدي أشوف البابا والفاتيكان. إيش بدك ناكل؟ بدي أكل جاتو. حلو. بس قبل ما نروح لازم أدرس الواجبات. عندي كتير امتحانات لازم أدرس إلها. أنا كمان عندي امتحان في صف التراث الأمريكي بس. ممتازين يا شباب. بعدو تفضلوا. بأي صف عندكم امتحانات؟ عندي امتحانات في صف التراث الأمريكي وصف أفلام وصف عربي وصف أدب. عندي امتحان في صف كتاب مرمون وفي صف التراث الأمريكية وكمان عندي امتحان في صف البيولوجيا. ممتازين. ما عندكم صف الأدب؟ ما بحب أدب. وإنتي بتحب الأدب؟ يا كيفن ما شاء الله بتحبي؟ لا ما بحب الأدب. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. أحكوا عن عائلتكم. مع الجار 2 2. تفضلوا. هذا جدي اسمه ديرا. هو كتير لطيف وطويل وشوي ناصح بس لسه بحبه. هذا عمي اسمه يوسف. هو ضابط كبير في الجيش. كتير حلو. ممتازين يا شباب. انت كتير ذكي. صح. وانت مش كتير ذكي. غلط. انا كتير شاطرة. والله. طيب احكوا عن الاكل. مع الجار 2 2 بس شخص مختلف. ما في ناس. انا هون. لا انتي قطة. انتو محرجي. تفضلوا. طيب بدك سمك وحليب عشان انتي كده؟ لا ما بحب سمك وحليب. انا بحب فواكه ودجاج. انا كمان بحب فواكه وكمان انا بحب الخبز والجبن ودجاج. يلا افتحوا الكتاب بصفحة 5. سؤال. ايش انت هيك؟ عندي سؤال. شو يعني صفحة؟
طيب عندي سؤال، شو يعني صفحة؟ صفحة صفحة واضح؟